الشوط الأول حيث حضرت الماجدة هنا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، حيث حققت الانتصار في الشوط الأول بسبع دقائق واثنين واربعين ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لأهالي الشحانية على هذا الانتصار الكبير. أما ثاني الأشواط حضرت زمايم في هذا اللقاء، وحضروا أهالي مرغم تهانينا والناموس لعبيد بن سلطان بن مرخان آل جتبي، حيث حققت أفضل توقيت زمني في هذا الصباح بسبع دقائق أربعين ثانية وسبعا من الأجزاء من الثواني. تهانينا لصعب المضمرين على هذا الانطلاق. أما الشوط الثالث حضر سراب، وأيضا يضيف هذا الشعار الإنجاز الثاني، ويأتي راشد بن سلطان بن مرخان آل جتبي على دفة القيادة لهذه الانطلاقة بسبع دقائق وواحد وأربعين ثانية وثمان من الأجزاء من الثواني. وتهانينا والسلامات لهالي مرغم. أما الشوط الرابع مشاهدينا والجولة الأولى، حيث استحق حشيم أن يأخذ هذا الشوط ويلقب بلقب الشوط هنا لسعيد بن محمد والخالص العامري بسبع دقائق 43 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس. أما الجولة الثانية حضرت النفوذ وسالم بن محمد بن محمد المزروعي، حيث استحقها لسويحان التحية والفوز والانتصار بسبع دقائق 45 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا يا أبو غنيم على هذا الإنجاز المستحق. أما الشوط السادس كانت نوارة تعود الملكية لعامر بن سعد الرفادة والشعار الرسمي، حيث استطاع أن يخطف هذا المركز بسبع دقائق 43 ثانية وثمان من الأجزاء من الثواني. تهانينا واسعد الله صباحكم يا أهالي المملكة العربية السعودية. أما الشوط السابع حضر مع الجعدان المحليات الأصائل، حيث كان شاهين لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي على موعد مع الناموس وهالي جميرة أكيد في انطلاقات التحدي بسبع دقائق وأربعة وأربعين ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط الثامن حضر زيدان وحضر خليفة بن سالم بضبيعة الاجتبي، والسلامات لهالي نزوة على هذه الانطلاقات وهذا التحدي المثير بسبع دقائق خمسة وأربعين ثانية وستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط التاسع والجولة الثالثة حضرت همة بهمة ونشاط وحيوية، واستطاعت أن تخطف المركز الأول وتهدي هالي مرغم الفوز المستحق. تهانينا والناموس لزايد بن حمد بن راشد بن غدير بسبع دقائق 45 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط العاشر مشاهدين الكرام حضرت الشامخة وحضر شعار صعب المضمرين، وياتي سعيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي هنا في هذه الانطلاقة بسبع دقائق وخمسة واربعين ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق وثالث الانجازات الصباحية. أما الشوط الحادي عشر حضر سراب والنقطة الثانية لشعار عاشق السلالة الشاهينية، وياتي سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ليضيف هذا الانجاز بسبع دقائق 43 ثانية وثمان أجزاء من الثانية لتحقق الانتصارات في كل الأماكن. أما الشوط الثاني عشر حضر شديد وياتي في انجازه المتتالي على أرضية هذا الميدان، وياتي عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني يهدي هالي العين وهالي فليه الزع هذا الانتصار المميز بسبع دقائق 47 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط الثالث عشر كانت مميزات كثيرة في ميزة لزايد بن حمد بن راشد بن غدير ليضيف الإنجاز الثاني في انطلاقات هذا اليوم الواثق الصغير بسبع دقائق وواحد وأربعين ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهالي مرغم. أما الشوط الرابع عشر وشوط الختام برزت برزمان في هذه الانطلاقة، وكان حمود بن محمد بن سالم لهيبي على موعد مع الانتصار في أشواط الختام بسبع دقائق 44 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. هكذا مشاهدين الكرام كانت الحصيلة لانطلاقات هذه الفترة الصباحية من النواميس. نهدي الجميع أجمل تحية وناموس، ولكم الشكر والتقدير على المتابعة والاستمتاع بمشاهدة ومتابعة قناة دبي ريسينج. لكم الشكر والتحية كذلك من أستاذ تيسير شنابلة. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي إن شاء الله في الساعة الثانية من بعد ظهري هذا اليوم إلى أن يحين ذلك الموعد. نتمنى لكم أطيب الأوقات والأماني، وإلى اللقاء.